كتاب ورسم ومخاطبات وزارية يقولون هسه قطعة مخصصة لوزارة الشباب والرياضة مخصصة جابلية قالوا والله البلدية ما مخصصة الملاعب ماكو المتنفس الوحيد الشباب مخصصة الشباب اللي راحوا للقهاوي والنازلة قامت ترجع لهم المسؤولين والشباب والتجاوز الرياضة ما في الرياضة وعدم الاهتمام بالرياضة وعدم المطالبة بحقوقهم 16 سنة تخصيص قطع الأرض يعني مطالب بسيطة مطالب بسيطة هو ملعب مثير يعني الأخوة اليوم مطلبتهم هي من أجل تخصيص قطعة أرض لملعب قطعة أرض لملعب تخصيص الملعب يعني مطلب لحد الآن مطلب موحد كما أنا راه في مطلب موحد الشعارات المرفوعة قطعة أرض ملعب يعني قطعة أرض زائد تدين ملعب حول مخططهم وحول مطالبهم السلام على شكل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا احنا من 2014 لحد هاي الفترة 2019 تقريبا ما يقارب خمس سنوات. علي صوتك علي صوتك. شكرنا وفود المجلس الناحية ومديرية الناحية والمجلس البلدي أو وصلت الوفود حتى المحافظة وحتى وصلنا حتى الوكيل الوزيع وبعض الكتب والمخاطبات لكن ما حصلنا نتيجة وهاي الموازنات اللي انصرفت في هاي الفترة ما حصلنا أي شيء. الناحية الوحيدة اللي محافظة ديقار لا تنتهي إلا ملعب مخيل أو الناحية الوحيدة اللي جزء عموم العراق اللي داخل سلك ملعب إن شاء الله اليوم راح تكون وقفة احتجاجية وسوف نقدر الأسبوع القادم إلى إقامات راح تغير الأمور هاي إذا ما استجابت الحكومة المحلية خصوصا واب بث مباشر اغلب المطالب اللي موجوده هي مطالب بسيطه يعني مطالب ملعب مطالب بسيطه قطعه ارض انصاف الشباب خلال هذه الفتره شنو اليوم اللي جايين به؟ اللي جايين به بخصوص ملعب مخيل ناحيه المنار الناحيه الوحيده المحافظه اللي ما تمتلك ملعب اغلب فرقنا الشعبيه اللي تعاني اغلب فرقنا الشعبيه اللي تعاني من تتوقف نشاطاتها بالشكل ملاعب ترابيه ملاعب اي بطولات اللي نشارك فيها خارج الناحيه المحافظه ما يخلونك تلعب على ملعبك لان انت ملعبك ترابي يقولون انت ما عندك ملعب مخيل فهذا حقنا وحقنا مشروع وان شاء الله ما تقصر الحكومات المحليه والمحافظه ان شاء الله ان شاء الله ما دام مطالب بسيطه ان شاء الله ونامل خير في حكوماتنا المحليه اللي تسعى من اجل النمو في واقع الشباب جزاكم الله خير. ينتظرون كل شيء بصيغة اليوم خروجنا في هذه النقطة الاحتجاجية للمطالب بإدراج الملعب المخيل الخاص بناحية المنار من تخصيصات عام 2019 علما أن ملعب المنار الخماسي الرئيسي كان من المفترض أن ينفذ في عام 2014
لكن بسبب التقشف وقلة التخصيصات المالية الخاصة بالناحية يجي إلى هذا العام. إن شاء الله اليوم نطلب من إخواننا بالمجلس السويدي أن يدرجون المشروع ضمن مشاريع الناحية، وإن شاء الله كلنا نعمل فيه وإن شاء الله إخواننا إن شاء الله.